ألف أكثر من 1000 مؤلف، أكثر مؤلفات شيخ الإسلام في السجن. قال عمر معنا، كتب رسالة أمه أن الله قد فتح علينا الفتوحات وكذا. أغلب مؤلفات شيخ الإسلام في السجن، بل بعض المؤلفات كانت سبب في سجن شيخ الإسلام. زهد، ورع، تألم لله، إخلاص. أول كان إذا صلى الفجر لبث في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، ويقول لا يحدث أحد، يقول هذا زادنا الدنيا، هذه غدوتي، إن لم أتغدى سقطت قوتي. لم يسمع قط تقال في مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية شيء من الغيبة والنميمة أو ذكر أمور الدنيا، لا تذكر عند شيخ الإسلام، لا أعرفه. لم يتزوج، لا رهبانية، لكن شغل شيخ الإسلام عرف سر وجوده في هذه الدنيا، تعليم الناس، جهاد والسجن. لا يعني هذا أن طالب العلم يقول أريد أن أقتدي بشيخ الإسلام لا بد أن أسجن، لا، قدم الله سبحانه وتعالى عليه السجن، مكن الله سبحانه وتعالى من أعدائه. قال له الخليفة: ماذا تريد أن أصنع به؟ ماذا تظنون أن شيخ الإسلام؟ قال الخليفة: اقتلهم، ذبحهم. قال لا، قال هؤلاء أنا أرى الله أعلم أنه خيرة الناس لأنهم يناظروا بعلم، فأرى أن تتركهم. نعم، وما ازداد عبد بعفو قال إلا عزة. نعم، شهد له الأعداء قبل من كان يعرف شيخ الإسلام، شاهدوا له بالعلم. كان يدخل الداخل إلى مجلس شيخ الإسلام، إذا دخل يذكر الله سبحانه وتعالى من هذا المجلس العامل لذكر الله. كان إذا جلس في المجلس يغمض عينيه ويتكلم، يقول أنه يتكلم يصف الشر، حتى أن بعض الناس كان يقول أنه يوحى إليه، يعني من شدة علم شيخ الإسلام وحفظه رحمه الله. طبعا هذا كان باطل ولا شك فيه. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: كنت إذا حضرت مجلس الشيخ الأمين الشنقيطي تذكرت ترجمة شيخ الإسلام، أن الشنقيطي رحمه الله إذا تكلم كأنه يقرأ من كتاب، ما شاء الله، من شدة يعني علم الرجل وحفظه. وأقول أتذكر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل حديث لا أعرف شيخ الإسلام فليس بحديث. انتقد على شيخ الإسلام أمور هي في الحقيقة مدح لا قدح. انتقدوا عليه ترك النكاح، وهو لم يترك النكاح رهبانية، بل كتب في النكاح وألف، ومن أحسن من ألف في هذا الباب. لكن شغل بتعليم الناس والجهاد وبالسجن. انتقد عليه رفض للاعطيات، لم يقبل فلس من أحد، كان يكتفي بمال قليل يأتيه من أخيه، ولم يأخذ شيء، رفض كل شيء، رفض المناصب، رفض الاعطيات. انتقد عليه هذا وهذا، مدح الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام أوقف زحف 3 طوائف، منهم الرافضة، رجل واحد بحال فرق، نعم، أوقف زحف هؤلاء. بماذا؟ توحيد. هو نقاط القوة عن شيخ الإسلام أول ما يذكر التوحيد والإخلاص عن شيخ الإسلام، وأنه لم يبالي بأحد في دين الله. الصبر على ما ذكرنا، شكر النعمة، الالتجاء إلى الله، التضرع، همة الرجل. كان يطالع في تفسير الآية الواحدة
أكثر من 100 مرة ويستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله عليه. لا تظن تبحث عن المسألة وتقول والله سمعت الشيخ ذكر هذه المسألة وتقول والله ترجح لي. أكثر من 100 مؤلف لتفسير آية واحدة ويدعو الله سبحانه وتعالى. انتقل على شيخ الإسلام غير هذه الأمور، سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى في نهاية العقيدة الأصلية. هناك كلمات لشيخ الإسلام أصبحت يعني ساغرة محفوظة عند الناس، وهذا من توفيق الله. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. المحبوس من حبس عن ربه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وغير هذا من الكلمات التي حفظت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكل كلمة من هذه الكلمات لها أصل من كتاب السنة. قال عن الرافضة: لا للإسلام نصر ولا لعدوه كسر، وغير هذا من الكلمات. مؤلفات شيخ الإسلام، قلنا كل مؤلفات شيخ الإسلام لم يؤلف كتاب من أجل التأليف، وهذا فيه عبرة لطلاب العلم. لم يؤلف كتاب حتى يقال عنه مؤلف، ألف لحاجة الناس. فكل مؤلفات شيخ الإسلام ردود فتاوى، نعم كل مؤلفات شيخ الإسلام على هذا. الواسطية رسالة، الحموية رسالة، التدمرية رسالة. أرسل إليه يا رجل يكتب الواسطية، كتب الواسطية، ابتدأ في كتابة الواسطية من بعد العصر، فرغ منها قبل المغرب. كتب التدمرية بعد الظهر، فرغ منها قبل العصر. نحن الآن في المعاهد العلمية ندرس العقيدة الواسطية في سنة، الحموية في سنة، التدمرية في سنة، ويكتبها في ساعة. من البركة، نعم بركة حسية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعرف عنه أنه تراجع عن شيء من كتبه إلا بعض الفتاوى، طارئ معروفة. كذبوا على شيخ الإسلام وافتروا عليه وألصقوا به بعض الكتب، منها دعاء ختم القرآن والتراجع عن فتوى شد الرحم لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كتب منحولة عليه. هذا كان في القديم. في العصر الحاضر تغيرت الأمور. ماذا حصل؟ حصل أن الأعداء عرفوا أن هذه الطريقة لا تصلح. مجرد ما رد على شيخ الإسلام يأتي أمة الإسلام ويرد عليه، لأن الغرض ليس الدفاع عن شيخ الإسلام، الغرض الدفاع عن السنة. نعم، فماذا صنع هؤلاء؟ أخذوا يحققوا كتب شيخ الإسلام ويدخلوا فيها أشياء، ويأتيك الكتاب من الخارج ترجمة شيخ الإسلام، تفرح تقرأ فيها الطعن في طريقة أهل السنة والجماعة. فأخذ يلعب في كتب شيخ الإسلام بهذه الطريقة. جاء الشيخ بكر بن زيد رحمه الله صنع مشروع، مشروع هذا فيه العناية بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، ونقر هذه الكتب وأخرجوا ما صنع هؤلاء. إذا لا يوجد كتاب رجع عنه شيخ الإسلام، كتب منحولة عليه ذكرنا، رجع عن بعض الفتاوى نعم، لكن كذبوا عليه أنه رجع عن فتوى شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مؤلفات شيخ الإسلام قلنا أكثر من 1000 مؤلف، منها هذا المتن المبارك، متن العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية هناك يعني
الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في هذا المشروع جمع تراجم شيخ الإسلام في مجلد واحد، مجلد كبير، الذي ترجم شيخ الإسلام في الغالب جمع هذه التراجم ووضعها في مجلد، ثم اختصر هذه التراجم كلها في مجلد مختصر صغير، فليرجع إليه. الواسطين، سبب التسمية بالواسطين، والله أعلم، عندي أنا أسباب. السبب الأول أن أحد قضاة واسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له رسالة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، هذا أول سبب تسميتها بالواسطية. الثاني لأن شيخ الإسلام كتب هذه الواسطية بعد صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. الواسطية لأنها كانت في وسط عمر شيخ الإسلام. الواسطية لأنه ذكر فيها باب كامل في وسطية أهل السنة والجماعة. الأمر الخامس أنها يعني الواسطية بالنسبة لكتب شيخ الإسلام هي أسهل كتب شيخ الإسلام. نعم والله أعلم. بعد هذا نبدأ بدراسة هذا المثل المبارك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يبدأ علماء أهل السنة والجماعة بالبسملة؟ اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبركا للبداء بسم الله، يعني كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل في البركة. ولذلك أسمي عن الطعام وأسمي عند الجماع وغير هذا. الأمر الخامس هذا استأنس به وإن كان لا يصح استئناسا بحديث كل أمر ذي باب. بدأ بالبسملة ثم بدأ كذلك بالحمد لله، اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعلماء السلف. وحمد الله في أول الكتب. لماذا؟ لماذا يحمد العلماء يحمدون الله سبحانه وتعالى في أول مؤلفات؟ لأن الله أنزلهم هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء، ويأتي الحمد في آخر كتب كذلك لأن الله أتم عليهم النعمة كما ذكرنا على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله، الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. الحمد لله. قبل هذا طريقة في الشرح أو الشروحات لهذه العقيدة المباركة. شروحات لهذه العقيدة المباركة كثيرة، من أحسن الشروحات والله أعلم شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كذلك الدرر السنية، هذا من أحسن الشروحات، شرح الواسطية بكلام شيخ الإسلام وبكلام ابن القيم رحمه الله. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له مذكرة عن العقيدة الواسطية، هذه المذكرة مختصرة كالشرح المختصر للعقيدة الواسطية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طلب منه تدريس هذه الكتب الواسطية والحموية والتدمرية في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية، فماذا صنع؟ صنع عن العقيدة الواسطية وذكر العقيدة الواسطية وتقريب التدمرية وفتح رب برية بترخيص الحموية. هذه الكتب أصبحت مقررة في المعاهد العلمية عندنا في المملكة العربية السعودية. هذه المذكرة يعني شرح واضح مختصر للعقيدة الواسطية. فالأصل من أراد أن يفهم العقيدة الواسطية يقرأ أولا المذكرة ثم يدرس الواسطية من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بدأ بالبسملة والحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي رسول؟ جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالهدى. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو هدى أو جاء وهو معه الهدى؟ يصح الجمع بين أنه جاء ومعه هدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن هداية
الدلاله شر الاهداف بالهدى ودين الحق. الدين يطلق على العمل، ان الدين عند الله الاسلام، يطلق على الجزاء مالك يوم الدين، يوم الجزاء الحساب. بالهدى ودين الحق، ضد الحق الباطل، ليظهره. يظهر من؟ يظهر الدين او يظهر الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يظهر الدين والرسول، ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا على ماذا؟ على صدق هذا النبي عليه الصلاه والسلام.